السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هعمل لكم روتين تاني يوم العيد. انا عملت فيه ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنعمل اللحمة المشوية، انا عاملاها معاكم في فيديو منفصل بالتفصيل بكل حاجة، بتتبيلتها بكل حاجة، وطلع على فكرة طلعت حلوة جدا، جربوها والله بجد هتعجبكم. هنا انا شوحت اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اخدت لون خالص حطيت لها بصلايه وفلفل وتوابل، عيب، حطيت لها التوابل بتاعتها، بابريكا، البابريكا بتدي طعم حلو قوي للمشويات، والفلفل الاسود طبعا، بجد والله كأنك بتاكلي لحمة مشوية ومن غير اي تعب، ولا ان انت تبهدلي الدنيا، ولا الدخنه بتاعت الفحم، هي على البوتاجاز كده من فوق، وما اخدتش معايا نص ساعه، اقل كمان من نص ساعه بس كده. حطيت لها الميه اللي هي محتاجاها دي، حوالي ربع كوبايه ميه بس، وغطيتها ووطيت عليها النار خالص. وكده بعد ما استوت حطيت لها فحميه وقطعه ليا، قطعه اللي دي مش قادره اقول لكم، اديت لها ريحه وطعم تحفه. بس كده، وهغطيها علشان الدخان كله يدخل في اللحمه. وهنا هعمل الرقاق، صينيه الرقاق. هنا معايا زبده على زيت، وحطيت عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، البيكنج باودر بيخلي الرقاق مورق خالص وطعمه حلو وطري من جوه. وده الرقاق اللي انا عاملاه معاكم، انا عامله معاكم قبل كده صينيه رقاق، بس انا كنت مشتريها من بره، بس على فكره طلعت طعمها مش حلو زي دي، يعني دي نوعية الرقاق بتفرق كتير قوي في الطعم. الرقاق اللي انا عاملاه معاكم هتلاقوه عندي برضو في القناة، طلع طعمه حلو جدا والله بجد، هو ده اللي انا عاملاه، وطلع مورق وطعمه يعني مش قادرة اقول لكم طعمه قد ايه حلو. وهنا برضو كنت بحط كل طبقة، وما بين كل طبقة والتانية كنت بدهن دهنة بسيطة كده من الزبدة. كده انا حطيت هنا 4 طبقات، وبعد كده حطيت عليهم اللحمة المفرومة، بوزع اللحمة المفرومة كده على باقي الصينية، وهحط كمان 4 طبقات فوق اللحمة، كل طبقة برضو بدهن دهنة بسيطة من الزبدة. اهو بالشكل ده، انا هفضل احط رقه كده ما بين كل رقه ورقه، ادهن دهنه بسيطه من الزبده. وشايفين الرقاق؟ والله بجد مش بشكر في نفسي، بس بجد جربي ان انت تعمليه في البيت، واعملي الصينيه في البيت، هتحسي بفرق كبير غير اللي احنا بنشتريه خالص من بره. ما تنسينيش بقى باللايك، واللي اول مره يشوفني يا ريت يشترك في قناتي ويدعمها. وكده بدهن برضو الدهنه البسيطه خالص من الزبده على الزيت، انا بستخدم زبده يعني حاجه بسيطه من الزبده، وبحط عليها شويه زيت ذره. وهنا خلصت ال4 طبقات، هحط شويه بسيطه من الشوربه كده، عشان لو في حاجه في رقاقه ما تشربتش كويس، ايوه احاول اشرب الصينيه كلها كده بالشكل ده. وبعد هنا برضو من فوق طبقة من الزبدة، وهكون مسخنة الفرن، وهدخلها على فرن سخن على طول درجة حرارة عالية، بحطها قريبة من الساق تحت، الشبكة القريبة من الساق تحت، لحد ما تستوي من القاع الصينية، بعد كده برفعها في الشواية. وهنا هعمل معاكم الكفتة، هنا حطيت الكفتة وعليها قطعة ليا مبشورة، وهنا ده البشر الطماطم على البصل اللي انا مطلعاه من اللحمه، من تتبيله اللحمه، وحطيت عليها التوابل، فلفل اسود وبهارات لحمه ورشه جوز الطيب. وهنا برضو حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر، بتساعد ان اللحمه ما تكشش معاكي وتكون طريه، وتكون يعني ما بتبقاش مكتومه، بتبقى طريه معاكي وحلوه. وحطيت طبعا الملح، وهقلبهم كده كويس مع بعض، وبعدين هفرمهم في الكبة تاني علشان تبقى اللحمة مسمغة معاكي، تبقى يعني تبقى كويس، تعرفي تعمليها كده على السيخ وما تقعش منك، وتبقاش مفرولة زي ما انتوا شايفين كده. وهنا دي التتبيلة برضو بتاعت اللحمة، اللي هي مية البصل والباقي التوابل،
وحطيت عليها بس شوية زيت زيادة وشوية مية بس كده، وبصبع بيها الكفتة زي ما انتوا شايفين. ايوه بشيل الكفتة كده، بصوا ازاي الكفتة طرية معايا ما بفكش خالص. ايوه بحطها هنا على شبكة، والشبكة دي تحتها الصاج بتاع الفرن علشان لما تدخليها الفرن ينزل منها اي حاجة تنزل في الصاج ما ينزلش في الفرن. اهم حاجة في الكفتة ان انت لازم بعد ما تحط لها التوابل لازم تفرميها فرمة تانية في الكب عشان تبقى معاكي مسمغة كده بالشكل ده. اهي بصي بصي متماسكة خالص ازاي. هكمل بقى الكمية كده كلها وبعد كده هدخلها الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين كملت الكمية اللي معايا كلها، وهنا هحط شوية مية صغيرين في الصاج من تحت علشان المية دي هتطلع بخار تسوي معايا الكفتة. وهنا خلاص بعد ما طلعت من الفرن انا فتحت عليها الفرن والشواية، مخدتش وقت خالص واستوت بسرعة. هنا خلاص انا كده خلصتها وحطيتها في صينية علشان احط لها الفحم تاخد طعم الشوا او طعم الشوي، وهحط لها برضو قطعة ليا واغطيها بس كده شوية لحد ما اللي هي تطلع الريحة والطعم اللي فيها. وخلاص كده انا خلصت اللحمة والكفتة وكمان الرقاق طلع من الفرن. وهوريكم الشكل النهائي، بس لازم بقى مع الحاجات دي لازم نعمل شوية سلطات. تعالوا بقى نعمل شوية سلطات وبعد كده نقدم الأكل معانا. هنا هعمل سلطة خضراء، هنا معايا بصل وطماطم وخيار وبقدونس وفلفل مقطعهم كلهم قطع صغيرة. وهعمل بقى التتبيلة اللي هحطها على السلطة. هنا معايا معلقة كمون صغيرة ومعلقة شطة صغيرة، لو مش عايزة شطة حطي بابريكا، وشوية ملح وشوية خل صغيرين وشوية مية، وأحط كمان معلقة زيت بس كده. التتبيلة بتاعت السلطة خلاص كده هحطها بقى على السلطة وأقلبها كويس. وكده تاكلي أحلى سلطة خضراء مع المشويات. نعمل كمان برضو سلطة الطحينة، ما ينفعش مشويات من غير الطحينة. هنا نفس الطبق اللي انا كنت عاملة فيه لو واخدين بالكم، اللي كنت عاملة فيه التتبيلة بتاعت السلطة الخضراء، حطيت الطحينة وحطيت معلقتين خل صغيرين، وهنا دي معلقة صغيرة بصل بودر، لا توم بودر معلش، وشوية فلفل اسود وشوية شطة صغيرين بس كده. هقلبهم كويس مع بعض وبعد كده هزودها شوية مية، يعني شوية بشوية كده لحد ما تبقي عايزة يديك القوام اللي انت بتحبيه، تقيلة بقى خفيفة زي ما انت عايزة. ومية عادية خالص، مش ولا مية سخنة ولا مية اي حاجة، يعني هي مية من الحنفية عادي خالص. لو عايزه تستبدلي الميه بعلبه زبادي برضو بتبقى طعمها حلو، يعني تحطي علبه الزبادي بدل الميه وتحطي عليها الطحينه. بس دي سلطه الطحينه اللي بتبقى موجوده في المحلات في المشويات، وده قوام الطحينه اللي انا بحبها، يعني ما تبقاش ولا تقيله ولا خفيفه. هحط لها بقى شويه زيت صغيرين عشان اديها شكل بس من فوق، ودي معلقه صغيره بابريكا، وحاول اعمل لها شكل كده من فوق يديها شكل بس حلو، يعني قعدت اعمل فيها كده لحد ما وصلت في الاخر خالص. هتشوفوها يعني شكلها يعني الى حد ما حلو هي كده زي ما انتم شايفين. وده الشكل النهائي للكفتة وللحمة بتاعتي، والكفتة هي طرية زي ما انتم شايفين وحلوة قوي، طعمها كمان حلو قوي، واللحمة كمان طعمها حلو قوي، جربوها. والرقاق بصوا الرقاق تحفة، ومورق من جوه وطري زي ما انتوا شايفين، وكمان مقرمش من فوق. والسلطات معايا ايه، كل سنة وانتوا طيبين،
ويعود عليكم الأيام يا رب بخير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.